سؤالنا الاجتماعي لليوم شو بحكي؟ هل المرأة مرآة للرجل؟ شو رأيك أحمد؟ والله مو دائما، الله يرضى أحيانا عليك. المرأة بتكون مرآة للرجل، وأحيانا الرجل هو مرآة للمرأة. الله يرضى عليك. كيف؟ بيعتمد قد ايه هم شخصيتهم أول شيء. هل هم يتقبلوا رأي الآخر ويتقبلوا أنه يتغير صفات فيهم أو لا؟ أوكي. وهل هم متفاهمين؟ عشان بنشوف أحيانا مثلا بتلاقي بعض الصفات اللي هي موجودة بتكون بالمرأة ممكن الرجل يكتسبها منها، والعكس صحيح. فمش دائما مرآة يعني يعتبر. أنت شو رأيك؟ هل أنت مثلا مرآة للرجل أو مرآة لزوجي؟ والله يعني شوف، أنا بقتنع إنه كل واحد مرآة نفسه. هلا في مرات بعض الصفات تطغى، ولكن دائما بحكي في هالة الطاقة بين الطرفين، في واحد هالته أقوى صح وتطغى عليه، حتى لو هو ظاهريا انه انا المسيطر انا، بس في واحد له طاقه او هاله اكثر. نعم. هلا بعيدا عن قوه الشخصيه، بعيدا عن فرض السيطره او فرض رأيك السيطره، مين هالته اقوى وين بشكل عام يعني؟ حسب برضه، لانه الهاله هي من طريقه الفكر. هلا انا بقتنع انه نظرا انه انا حكيتها بموضوع النقاش، سعاده بتختار كل المراه والمقول. انا مداومه ناويه انا نفسي نختار موضوع على الرجل، عرفتي؟ ما هي حطيت لك الرجل يا ما هيني استني ولا احس بلشنا استني علي الهالة بتلعب دور كبير، طريقة التفكير بتلعب دور كبير، طريقة العيش بتلعب دور كبير، والخلفية الثقافية بتلعب كمان دور كثير كبير بفرض المرأة. يعني ممكن أنا يكون مثلا زوجي من النوع اللي شخصيته كثير قويه، او مثلا انا زوجي من الشخصيه او شخصيته مش كثير قويه، ولكن هالته اقوى من هذه الشخصيه، فلا بتطغى علي فبصير اتطبع من هذه الاطباع. وفي ناس بضلهم عايشين سنين مع بعض ما بتطبعوا، يعني كل واحد بيكون مرآة نفسه بعيدا عن الاب او يعني او الزوج او الزوجه. ولكن انا اللي ممكن اشوفه اكثر انه الابناء مرآة اهاليهم، يعني الولد هو مرآة ابوه وامه، بتشوفه متشرب يا من ابوه يا من امه، لانه بهاي المرحله هو زي الاسفنجه فعم بتشرب اكثر. من هون لما يتجوزوا اعمارهم بكون فات الفوت. صحيح. لا انا معاكي. هلا قبل ما نبلش هيك نطخ على بعض، دور المرأة بحياة الرجل كثير مهم، فهي يعني بيته وبتكون صديقته وزوجته وام اولاده وسره، فبنعرف قد ايه اهميتها كبيره بحياته بغض النظر عن المهام اليوميه الكثيره اللي هي بتعملها. ولكن في دراسة أمريكية كانت بال 1997 اجريت وشملت تقريبا 79 ألف شخص، اللي هو ايش بحكي لك؟ شو بتحكي؟ انه الرجل اذا حدا كان عازب بموت اقل عمر من الرجل المتزوج. يا سبحان الله. هاي بامريكا. ها ايوه، بس مش عنا هون، احنا عنا هون والله بنجلط على بكير من ورا المرأة. انت مش من ورا المرأة. لا في مرأة بتأثر. ماشي. لا علي بتأثر، في دور. شوف بيأثروا وبيأثروا بشكل كثير كبير، بس كمان احنا دائما ما نحط اللوم على المرأة. يعني بيجي تحكي لي المرأة نكدة مثلا، او المرأة كثير عم بتنق، طب اذا شايف المقابلها مش عم بنجز شيء من هاي الاشياء طبعا رح تضلها تنق. صح. اذا شايف المقابلها نكد طبعا رح تصير نكدة، ايش كيف بدها تنبسط؟ وعلى فكرة عم نشوف هلا العديد من الدراسات اللي عم تحكي انه بتزيد حالات الاكتئاب بين الزوجين. هو الاكتئاب معدي، يعني انت لما تشوف المقابلك عنده اكتئاب او مثلا زوجتك مكتئبه، انت لا شعوريا رح تكتئب، لانه فيش يعني اكتيفيتي او فيش نشاطات رح تعملوها مع بعض، فرح يصير في شرخ بهذه العلاقه، وهي دراسات مثبته. فنحن دائما بنحكي بنخلي وقت بين الزوج والزوجه، حتى لو شو ما كان الحديث، تطلع يا سيدي روح كل سندويشة فلافل، بس تغيير الروتين، تغيير الجو، حتى لو كان معكم اولادكم، جد اعطوا لحالكم وقت انه نغير الروتين الموجود بحياتنا. هلا الزوجه عم تشتغل والزوج عم بيشتغل، عم بركضوا، ناهيكم عن التدخلات اللي بتصير من جميع الاطراف على الاهالي، عم تضغط مرات التدخلات. صحيح. من يعني اهل الزوج على الزوجه بتضغطه، ومرات التدخلات من اهل الزوجه على الزوجه بتضغطها، فبتصير المشاكل مش والله مشاكل عشان انا متمشكله انا وزوجي، ولكن من الضغوطات الموجوده حوالينا. وعلى فكره العبء المادي والمادي بيلعب دور كثير كثير. ليش قد ايه في حالات طلاق صارت من وراء الوضع المادي والوضع الاقتصادي للاسره؟ فاكيد هلا في شغلات كثير بتاثر على العلاقه، زي ما انت حكيتي كاثي،
شغلات لما تكون بسيطة بتكون حلوة كمان. يعني الزوجة أو المرأة بحاجة بتكون مثلا لكلمة حلوة، لمسة حنونة. أنت مثلا كرجل بكون مثلا بالعادة بحاجة لراحة، لهيك حدا يستوعبه أكثر عشان بكون طالع من بالضبط الطنجرة الصغيرة تمساح الطنجرة الكبيرة. أهم شيء، أهم شيء بهاي العلاقات والعلاقة الزوجية إنه بس الاثنين يفهموا بعض ويفهم كل واحد شو بده من الثاني. هذا ناهيكم على موضوع الزوجة النكدة والزوجة الهنية. الزوجة النكدة هي اللي بتنكد على حياة الرجل كله بشغله ببيته بكل مكان، صح ولا لا؟ بس هي تنكد عليه. طب ليش نكدة؟ طب ليش هي نكدة؟ لا مو أحيانا في ناس بيكونوا نكدين. ليش هي نكدة؟ يعني عشان هي ولدت واجت من بيت اهلها بنكده؟ لا بس احيانا مثلا بعض المواقف الصغيره او بتدقق على شغلات بتنكد على ايش. احنا معروف المراه كثير بكي، يعني كثير بتدقق على الاشياء. طب والزلمه ما هو يعني يطلع الصبح يتنكد عليه قبل ما يطلع شغله، طب كيف بده يشتغل ويتعامل مع الناس؟ يا سلام. على اساس هي مش بتنكد عليها طول حياتها؟ لا مو شرط. يا سلام. لا لا مو شرط يا راجل. بس بالمقابل يطلع بكلمه حلوه، يا ستي بدها شغله بس تحكي معها بطريقه حلوه بتلاقي بيعملها اللي بده اياه. بس الأزمة هلا والله ما ظنيت. هلا انسى الأزمة. هذا اسمع، هاي عوائق بتيجي على الخارجية، تعال نحكي على الداخلية. فأكيد طبعا في كتير ظروف وفي كتير نرجع للشخص كمان نفسه. أنا كيف هو بتعامل وكيف شخصيته وكيف هو بتحاور، أهم شيء الحوار وطريقة الحوار. هي الكلمة السحرية اسمها المسايرة. أيوة. إحنا ما منساير بعض. صح. احنا الزلمة بدي امشي رأيي، طب سيرها. لما تسيرها لا احنا بنسير اكثر منكم. اي يلا اي يلا عاد. طب نشوف مين، خلينا نسير سعاد ونطلع بوكسوف. خلينا نسير. طب مشاهدينا خلينا نروح للفوكس بوب ورصدت كاميرا الأردن اليوم رأي الشارع الأردني حول الموضوع، هل المرأة مرآة الرجل؟ هل أنتم مع أو ضد هذه المقولة؟ خلينا نشوف رأي الناس ومكملين معكم. انا مش مع المقوله، لانه كل يعني كل حدا كل انسان بيكمل حاله. الله سبحانه وتعالى عمل للمراه حقوق وللرجل كذلك حقوق، فما فيش حدا بيكون مكمل لحدا. ضد انا في الفكره، لانه هي المراه بشهادتها وتكون هي سلاحها وسند لنفسها، بكره اذا تزوجت وصار خلافات بينها وبين زوجها بتلاقي شيء يسندها، فبتكون شهادتها سلاحها وسندها بالحياه وما بتحتاج حدا ولا حدا. لا طبعا هي المكمله اصلا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يركن على ستنا عيشة بكل إشي. المرأة هي طبعا بتربي الأولاد، الطبخ، كل إشي طبعا بالحياة. أنا مع المرأة. المرأة نصف المجتمع وهي من أهم ركائز المجتمع. المرأة بكل تأكيد المرأة هي اللي بتقوم بالتربية، بتقوم بأكثر الواجبات البيتية، وهذا دليل على انهم سند للرجل. لا طبعا مع، لانه كل رجل عظيم وراء امراه بالبدايه. ثانيا هي مكمله للرجل لانه هي نصف المجتمع وهي بالدين مذكوره، ويعني انه يعني هي كمان نصف دينه، يعني هي تكمل دينه بالنهايه. وانا ضد مقوله انه الرجل ما يعني ما بتكمله امراه. مع، لانه النبي عليه الصلاه والسلام كان يشوف عائشه، كان ياخذ راي عائشه، مشوره عائشه، كان يقول لا تؤذوني في عائشه. يعني كان يرى عائشة إنها هي إنه هو يشوف حاله في عائشة. مع، لأنه المرأة هي بتمثل نصف المجتمع، والمرأة إذا ما كانت سند للرجل وكانت مهمتها في المجتمع هي تربية الأطفال وتربية الأسرة تنطلق من عند المرأة. فهي إذا كانت مربية الأطفال تكمل المجتمع في تربيتهم، لأن الشاب أو الرجل مش نوفر دائما في تربية الأطفال، وهيك بتكون هي سند للرجل في كل شيء. كل التعليقات كانت أنه المرأة مرآة الرجل. خلينا نشوف تصويت اللي كان على صفحتنا على الفيسبوك، وكان كانت الأصوات 70% مع و 30% لا. والله نسبة منيحة، يعني شوف هاي من المواضيع الجدلية. أنا إلى حد ما أتفق مع هذا الإشي. أنت تتفق؟ إلى حد ما، بس يعني أنا بحكي ممكن 50% 50%، عشان برضه ممكن الرجل هو مرآة. يعني لما نشوف برضه المرأة المرتبة اللي بتحب أولادها بتحب بيتها،
بتحب كيف تتعامل معاه بطريقه مثلا واسلوب حواري جميل، بتلاقيه هو كمان بصير دائما مرتب، دائما منظم اشيائه. وبنعرف كمان المراه اكثر تنظيما من الرجل بشكل عام. يعني بس والله في رجال مرتبين يعني. لا لا انا معاكي بس يعني هذا بيعكس هذا وهذا بيعكس طبعا هاد. طبعا طبعا. وزي ما انت قلتي مين هالته الاقوى هي اللي بتضغط. هي صدقوني الهاله صحيح، يعني هي بترجع للهلا طبعا طبعا. لا لا مو دائما النساء هالتها اقوى سعاد، انا مش معاكي بهذا الشيء. لا 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 مو معها لا. ف قمع خلينا نبلش ب شايفه على السريع نبلش قمع عشان هيك